اولا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه السادسه من برنامجكم ريفيو راب. في هذه الحلقه هذه غادي نشرح لكم التراك ديال المورفين اللي تلاح البارح واللي سميتو روبو. ما تمشيو فين، كملوا الفيديو حتى الاخر وعطيونا الراي ديالكم في كومونتير. اما الا كنتي اول مره تدخل للقناه، مرحبا بك وتابونا وفعل الكلوش. ما تنساش تفرج في الفيديوهات القدام، غادي تلقى بزاف ديال المجالات اللي غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. عطيونا واحد 100 جيم في هذا الفيديو هذا باش نكملوا في هذه السلسله هذه، وفين ما لاح شي واحد شي تراك غادي نعودوا نشرحوه من ا تنزيل. هادشي اللي كاين خليونا نبداو. اول حاجه بغيت نشرح لكم العنوان واش العلاقه ديالو بالتراك، بحيث ان في 2017 الجامعه اللي كاينه في كاليفورنيا واللي سميتها بيركلي ديال الابحاث طورت واحد الروبو اللي يقدر يتخيل المستقبل من خلال الحركه اللي تيشوف بنادم تيديرها. وهادشي اللي بيقصد المورفين هو ان من خلال داكشي اللي تيشوف اش واقع في الراب المغربي، واش تيجيرو روابا، عارف المورفين اش غادي يوقع في المستقبل ديال الراب المغربي، وفي 2020 غادي يجاوبنا بطبيعه الحال. ما كاينش المهم غير نشارك ماشي عايشه دي غازل. نمشيو للتراك ونبداو بالسطر الاول. اللي بيقصد به هو ان اي حاجه دار فيها راسو غادي ياخذها، ماشي كيف ما بنادم العادي فاش تيخسر تيقول لك المهم هو المشاركه. عايشه دي غازل هو واحد الكليكه ديال البنات مغاربه اللي تيسوقوا الطوموبيلات تاع الرالي، واللي تقريبا ربحوا كاع الجوائز ما بين عام 2011 و2016. سنانين نكتب لك راب ونزيد حداسي تقدير. هاد اللعيبه هادي قصد بها الجمهور اللي تيتمسكوا ليه، ان داكشي اللي عليه تيجيرو وتيكتب لك التراك وما تستناش منه يشرح لك، ولا زعما يجي لك شي كوبلي باين باش انت تفهم، بحيث ان هنا فين تيجي الدور ديالك نتايا كفان ديال راب مغربي وكفان ديال المورفين، ان خاصو دير واحد المجهود وتفهم التراك. ما تخافوش، هادشي علاش كاينين حنايا، وهادشي علاش كاين هاد البرنامج ديال ريفيو راب، بحيث ان فين ما لاح المورفين شي تراك غادي نعودو نشرحوه. هي ما تنساوناش بالدعم وخليو لينا شي جيم. بغينا الالبوم في لي زيميل لي تيكستو لي زابي. هاد العيد ديال السوشيال ميديا بما فيهم يوتيوب وبطبيعه الحال لي بلاتفورم ديجيتال ما كاينلاش، و الا عندك شي حاجه راه غادي تبان واخا تصيفط داكشي حتى في الايميل. وانا تنوجد في الهضره بحال نتنياهو بنيامين. بنيامين نتنياهو هو الرئيس ديال اسرائيل اللي كان شحال هذا. مات فاكين امبسي ناعس بحوايج لاكير. امبسي هي الاي كي اي ديال المورفين، زعما موجد لاي حرب وفي اي لحظه يقدر ينوض لكم الامبسي. تحسو باسكيت والبالون مرمي من هادي السنين، انا مدي الدين جبدو خضروكا في كل ايطاجير. يقدر اكتشفنا واحد الموهبه جديده في المورفين هي انه عزيز عليه الباسكيت وعنده البواقه افريوير. كلين تقول ولد بروكلين بروتوكول لي مانيير، تمرفين ولا دوكترين خصو يتقرى ماتيير. بالجريس لقى اللي قلت قبل الماتيير بريمير، وسير مع البلان تيكمل راه من ماتيير بلاصي. بروكلين هي واحد لقنت في نيويورك، واللي تيعني ان الا شفتي المورفين وشفتي دوك اللعيبات اللي تيجير في الراب غادي تقول على ان هذا امريكاني ومزيود تما، وبحكم ان تيطبق الاساسيات ديال الراب وداكشي على حقه وطريقه، وان بسبب التاثير ديالو على البوبليك تمرفين ولا معتقد وخاص بنادم يتبع هذا المعتقد هذا، وقال على ان خاصها تكون واحد الماده اوليه، ماشي زعما ماده ديال راسيه ولكن واحد الماده ديال الحديد اللي هو راسيه. جيش والله جيش جاي بالفلاش بول والماتراك، قلنا الهضره شحال هادي من مازال تتمشيو الاجيال. اللي بيوصل هنايا هو ان الجمهور ديال الراب مغربي ما بقاش كيف ما كان، والموجه اللي جات تتيه، وهذا الشيء قالوا المورفين شحال هذا فاش كانوا تيدوزوا روابا في اجيال. اللي ما عرفش اجيال هو واحد البرنامج اللي كان تيدوز في دوزيام واللي كان تيقدموه هو صامد غيلان، وكان تيجيب روابا بطبيعه الحال. غتبقى فوق ما تسمع الراب تسبل لك صورتي فلاش باك، تصور الروابا عندي في البيت تلوح ليهم الفلاشات. بكثرت ما اثر المورفين في الراب المغربي، اي رابور غادي يبغي يدير شي حاجه غادي تفكر المورفو، بحيث ان داير تصويره ديال روابا في ديك سيب الفليشات وتيبدا تينيش عليهم. اوند مورا اوند مصيفتي وصل الفايب المونتا اوند وجديد، ما عمري مشيت لشيفينمون دو سومبار. اي بقى المورفين تيصيفط لك واحد الموجات صوتيه حتى يستاج بالمخ ديالك الفايب ديالو، وما عمرك تلقى المورفين مقرقب في شي ايفينمون لا في شي كونسير. مبوش اللي ما عمرو فهمني لا صوت عليه وين الضيخ الروم في الكيريدون ستاتوي تشبه الاوسكار. اي واحد ما تيفهمش المورفين قول ليه شي جوج كلمات من داكشي اللي تيقول المورفين وغادي تخربق ليه الشبكه ديال عقله. اكسكاليبور الاكستا سكور والكريستال فينك في هاد الضباب لعبنا في عقولنا اكواريوم. اكسكاليبوا هو واحد السيف، اما الاكستا راه معروفه، والكريستال هي اللي بغا يعني بها القرعه ديال الشامبانيا، اغلى قرعه ديال الشراب، وانتم راه غادي تعرفوا اش بيوصل من هاد اللعيبه هادي.
بحيث كما قلت لكم قبيله حاولوا تخدموا عقلكم شويه. حل شي شرجب ما تخافش من هاد العجب راحنا كبار، اسمع ودير الفرق معك الاوريجينال دروابا، سير حتى تفهم ورجع قول لي بصح انت باب، نعطيك شي حجره نوريك دير الطوف عليها بتوب. وقف حدا الشرجم باش دماغ كيدخل ليه شويه الهواء نقي وتبدا تفكر مزيان، ومني غادي تستوعب داكشي اللي تيقول لك غادي تعرف القيمه ديالو. اللعبه الاخرى ديال نعطيك حجره وديرتو بحال زعما الطواف اللي تيديروا الناس في الحج فاش تيدوروا على الكعبه. تحكمنا في الراب بلا كذوب، هادشي راه غالي زيد حتى الدنيا تتعاوني بشي افلام، تنحط الورقه اللي ساليت تتشعل فيها فلام باش الكلاصون يدوب الويسكي يسخن ونسجل شي تراك. انا بيوصل لك زعما ان الانسبيراسيون ديالو كلها من الافلام، وان الويسكي تيعاونو على التفكير، وفاش تيدوب داك الثلج اللي تيكون في الويسكي هنا تيكون المورفين سال التراك ديالو وتينوض يسجلو. وحتى حنا راه سالينا هاد الريفيو هادي، هادشي اللي كاين. نتمنى هاد الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا وصلتوا واخا 70% من هاد التراك هذا. الا بنت لكم شي حاجه عندي غلط ولا شي لعبه صحوها ليا في كومونتير وغادي نتناقشوا ان شاء الله. اما لعجبتك الريفيو وصلتي حتى الاخر وباقي ما ابونيش، اش تتسنى تابونا وبارطاجي الفيديو مع شي واحد من المرافن اللي تتعرف هادشي اللي كاين. كان معكم عبد الرحمن بن نور من قناه بينو 16. تشاو اميكوس. شي افلام تلوح ليهم الفلاشات، تحكمنا في الراب بلا كدوب وفين